اهلا وسهلا، مرحبا من جديد، تحيه لكم من نسي كل نهاركم زين، نهاركم فل. تود سويت تلفزة رمضان، تلفزة رمضان، تلفزة رمضان على كابا فام. خيرنا في الفقرات اللي تعداو، في من اللي تعداو انه نعطيه فرصه اكثر للناس اللي شاركت في الاعمال الرمضانيه باش تحكي على ادوارها والعمل نتاعها، ورغم شحها رغم فما شح كبير في انتاج الدراما، ولكن توا بعد تقريبا 14 يوم، اليوم في ال 15 جور، حبينا نعملوا قراءه نقديه للاعمال اللي اليوم خرجت واللي خلفت جدل كبير. فما اللي يحكي على الدراما الرمضانيه في تونس اللي كل عام تفتح بالعنف وتخلي جدل كبير، دراما مستوحاة فما اللي يقول من شواغل وأوجاع المجتمع، فما اللي يحكي أنه هنالك جرأة في الدراما التونسية، فما زاد جزء كبير من المجتمع رغم تعدد ممكن الانتاجات أما التوانسة يفضلوا الدراما رمضان القديمة. هذا اللي باش نحاولوا نحكيوه مع الناقد الفني والمخرج المسرحي أنور الشعافي اللي شرفنا معنا بالعبر الهاتف. صباح الفل سي أنور. صباح الخير ولسادة المستمعين اللي هم سادة مشاهدين لهذه المسلسلات. الله يخليك يا سيدي، ونبدأ بالجدل القائم معناها حول العنف في حد ذاته. هل مشروع اليوم وأنه للدراما وأنه كل عام تقريبا نفس المواضيع والعنف والمخدرات وغيره، هذا ممكن اللي جزء كبير من الشعب اللي يقول اه هذا قد ساهموا في نشر وبناليزي معناها ممكن المخدرات والعنف هذا، تتفق مع الكلام هذا سيانور ولا لا؟ فعلا يعني لاحظت في السنوات الاخيره تقريبا مواضيع المسلسلات الرمضانيه خاصه ما تخرجش من المجرمين المنحرفين المستهلكي بيعي المخدرات وكثير من العنف. مش هذا يبرك المجتمع التونسي، ثم مجالات أخرى، ثم شخصيات يعني معاصرة أو تاريخية كان ينجموا يستلهموا منها المجتمع التونسي. مش هذا فقط، أنا ربما بالإضافة إلى اختصاصي حياتي كاملة في المسرح كانت لي تجربة في مسيرتي المهنية كمندوب حماية الطفولة، يعني مارست بشكل مباشر يعني مشاكل المجتمع التونسي، ونقول لك بكل شرفية مش هذاك برك المجتمع التونسي في حاجات أخرى، لكن ربما هو الاستسهال. يعني لاحظت أيضا حتى في معالجة المواضيع هذه اللي العنف وغيرها تم استسهال، يعني كان من الممكن أن تكون أعمق بالاستناد إلى بحوث ميدانية، إلى مختصين في علم النفس، في علم الاجتماع، في البيداغوجيا إلى غير ذلك، حتى يمكن أن نستنبط ونبني سيناريوهات يعني تكون أكثر عمق. هذا هو ربما وذا الشيء اللي يخلي ممكن جزء كبير من التوانسة اليوم اللي فضلوا ممكن دراما رمضان القديمة ويتفرجوا يعودوا يتفرجوا لليوم في الخطاب على الباب وشوف لي حل وغيره، هذا اللي يفسر ذاك وإلا فما حاجة أخرى؟ فعلا يعني هذا الحنين إلى الماضي السبب هو أنه المتفرج التونسي ما قاش روحه في الحاضر، وإلا يلقى روحه في قنوات أخرى، في إنتاجات أخرى، في تلفزات عربية. يعني فعلا يعني هذه بصورة عامة، ما نحبش نكون قاسي في الحكم على مسلسلاتنا التونسية اللي برشا فيها اجتهاد زاد فما اجتهدوا، لكن بسرعة عامة هذا هو يعني الكلام اللي يجب يتقال. طيب، وفي فيما يتعلق بالانتاجات سنام، خلينا معناش برشا محال، فما زوز مسلسلات براتيكمون اللي جبل الاحمر وفلوجة، انا واللي تبعت سيانور انت. انا الاكثرية تبعت فلوجة، وفي الواقع هو التوقيت ايضا عنده دور في متابعة برشا. قريب قريب معناها قريب، مازلنا على الطاولة معناها مازلنا ما خرجناش. ولك علاش ثم برشا تسألوا علاش انتاج اللي هو انتاج التلفزة الوطنية جبل الأحمر يتعدى في وقت يعني متأخر نسبيا؟ صحيح، تحرموا برشا ناس من المتابعة، لكن رغم ذلك نقول أنه كان أفضل فلوجة لأنه عرى الواقع بشكل صدم البعض.
هذا هو دور حتى بمفهوم التطهير الكاترسيس منذ ظهور الدراما اللي هي مفهوم المسرح عهد الغريقي. لابد يتحقق الكاترسيس بأنه الإنسان يشوف روحه على الرقح, هنا يشوف روحه على الشاشة, هو صدم. والدليل الحلقة الأولى اللي كانت صادمة صدمة, وثم برشا يعني دعوا إلى إيقاف هذا المسلسل لأنه هذاك هو. وأنا أقول لك الواقع أكثر من هيك. أنا حكيت مع برشا يعني أطفال في العمر اللي تقدم, قالوا راهو في معاهدنا فما حاجات أكثر من هكاك. يعني خلينا كما يقول المثل الإسباني أن نمسك الفور من قرنيه, لأنه حل النعامة هو اللي وصلنا لحاجات كما هكا. أما ديما فما لكمان, فما اللي مقابل عديد هم من الساحة الفنية اللي يتكلموا قال لك فما لكمان كيفاش ديما نوظفوها, كيفاش نحطوها, الطريقة اللي قاعدة تتوظف بها ممكن ما هيش طريقة الأسلم. هل اليوم يجوز أو نجم نقوله إلى مخرج عمل فني أنه لا حقك راك مشيت هنا ولا لهنا, ولا له الحرية في التعامل مع النص ومع الظاهر؟ بالضبط, هي جزء ثاني من كلامي كنت باش نقوله هو الكومون اللي تحكي عليه الكيف. يعني فعلا يعني ثم رغم اللي هي زح فلوجة مثلا في الكشف على ظاهرة ذات يعني فعلا ظاهرة تقلق برشا, لكن ثم يعني في يعني في خفايا السيناريو ظهر حاجات اللي هي ربما تكون اختيارة برشا. مثلا نعطي مثال شخصية السلفي اللي أداها, وللأمانة يعني أداها نضال السعدي, يعني تفوق على روحه في الدور اللي, لكن بنية الشخصية اعتبر أنها اختيارة لأنه ورى سلفي أولا بلباس طالباني وراه في شكل طيب, يعني من يخلي ربما دونك لنا الكوستيوم انا اللي ممكن ضر اكثر او عدلنا صوره سلبيه بمعنى اخرى سلبيه, لكن بالعكس هو عمل صوره خطيرة انه خلانا نوع من التطبيع ونتعاطف لانه وراه بشكل طيب اللي هو في الواقع حتى سلفي غير طالباني يستحيل أنه يتطرف بتلك الطيبة يساعد تلك الفتاة بتلك بذلك الشكل. وكما قلت لك الأخطر هو التطبيع مع الفكر السلفي المتحجر. يعني ديما الكيف مشتى, نقول أنه يعني فلوجة نجح في الجرأة في الكشف على موضوع يعني بيرتينون في تونس في معاهدنا, لكنه فشل في التعامل ربما بسطحية مع بعض الشخصيات. لكن خلينا نكون أيضا زادة إيجابيين, كشف على طاقات واعدة جدا جدا. هذا هو بالنسبة للي أول مرة يقف قدام الكاميرا, شنو نجم نقول عليهم؟ شبيبة الحقيقة اللي فيهم جزء كبير منهم عندهم إنرجي رهيبة جدا. فعلا فعلا, وانا هنا نتكلم كمختص نقول لك فعلا انا فرحان برشا بهذه الشبيبة, خاصه بورقيبة وعبد الباين هما زوج انا نرى فيهم مستقبل كبير برشا ان شاء الله, معناها يحتويهم بشكل جيد مخرجينا وكتاب سيناريو يستغلوا الامكانيات والطاقه الرهيبه اللي عندهم ويثنيوا الركبه يعني هما زاده ويدخلوا للمسرح ويتعلموا ويخدموا على روح. هذه هي نحب نستغل يعني الراديو نتاعكم اللي يسمعوه برشا ناس, اذا هما سمعوني هذوما انهم يمشيوا يتلقوا دروس في المسرح. نحب نشيلهم الى يعني نجوم كبار, يعني فنانين كبار وممثلين كبار نتاع هوليود, بعد ما تشهروا بعد ما تعرفوا رجعوا عملوا دروس في المسرح. يعني المسرح هو الأساس, المسرح يعطيهم يعني إنرجي أخرى ويزيد يوريهم بطريق أكثر يعني ناصع أكثر.
دونك الرساله الى رساله معناتها من الاستاذ والمتر انسين والناقد الفني انور الشعافي الى بورقيبه وشكون اخر الوليد في فلوجه؟ بورقيبه وعبد الدايم. بورقيبه وعبد الدايم، هاوك الرساله جاتكم هذيا شهاده تعتزوا بها. انا نقول جزء ممثلين واعدين ممثلين كبار. طيب بالنسبه الى الاعمال ككل، ما نعرفش اذا ريت جبل احمر ولا لا، لانه شفت شويه جبل احمر، لكن ربما ثم اشكاليه في السيناريو او في المونتاج، ما فهمتش لاني ما تابعتش بشكل كبير برشا، لانه المونتاج ويعرفوا يعني المخرجين نتاع التلفزه والسينما اللي هو ينجم يطلع فيلم وينجم يهبط فيلم. صحيح. دوزيام اكريتور معناها هذيك الكتابه الثانيه للعمل الفني المونتاج. تنجم تكون عندك كتابة درامية في السيناريو وتورناج، في المونتاج تكتب حكاية أخرى. بالضبط، هذه ربما ثم ديما نقول ربما استسهال ربما يضربهم الوقت، لكن هذه ماهيش يعني ثم دي فوراكور شفناها بالضبط حتى على مستوى الحوار، ما نعرفش إذا نكمل الحقيقة نحب ناخذ رأيك في هذايا، إذا عاود شفت وعاود تابعت المسلسل نعاود نرجع مرة أخرى ناخذ رأيك في هذايا. في المقابلة اليوم سؤال ممكن يتطرح وقاعد يتعاود، ما نعرفش شنو نجم تجاوب عليه أستاذ العزيز، فيما يتعلق بالأعمال الرمضانية اللي تعدات السنة، هل ترتقي إلى فن ودراما؟ نجم نقولوا عليها فن ودراما ولا أعمال رمضانية فقط؟ والله خلينا نسبوا الأمور، هي بين الدراما والأعمال الرمضانية، حتى ديما نحب نكون متفائل لأنه نحب ديما نخمن المجهود. تفهم مجهود، لكن بعد المسلسلات الزمن الجميل اللي مازلنا نحنولها، مفروض أنها تكون الآن يعني مسلسلات ما أكثر يعني إشعاع. كي نقارن رواحنا أيضا بما يتعرض في القنوات العربية، أيضا نلقى رواحنا مازلنا ما وصلناش بعد برشا بعد برشا، رغم اللي تكنيك ما وتقنيا عنا طاقات كبيرة. هذه لا شك فيها. يعني حتى في سنوات العقود الأخيرة يعني برشا أفلام عالمية تصورت في تونس كلهم انظهروا بمستوى التقنيين نتاعنا في الإضاءة في الصوت في الكادراج إلى غير ذلك. هذه حقيقة لابد أن تقال. دي سيت كوم ما تفرجتش سي أنور؟ شفت للا سندرا للا سندريلا، اي في الواقع الفكره طريفه، لكن المعازله لم تكن بمثل طرافه الفكره، يعني ديما نجي للاستسهال. فعلا كان من الممكن ان الفكره تكون طريفه انها تمشي لبعيد، لكن يعني ربما حتى الكاستينج الممثلين بقوالب جاهزه، معناها يحبوا يلحقوا بقوالب تجاوزها الزمن. هذاك علاش ربما لم تكن كما قلت لك، معناها طرفة العمل لم يكن بطرفة الفكرة. واضح. ونكمل معاك سي أنور فيما يتعلق اليوم الجدل العرك والمعروك بين الممثلين في مواقع التواصل الاجتماعي، هل عادي هذا؟ هل اللي قاعدين نراو فيه ونعديو فيه والكلام من هنا من هناك عادي نورمال والا ماهوش عادي؟ مش عادي للاسف. معناها انا ديما نحكي ونكتب احيانا على اخلاقيات المهنه. يعني مفروض انه نتجاوزوا، والخلافات تصير لكن ما يلزمهاش تتعدى إلى مواقع التواصل الاجتماعي إلى الإعلام، لأنه يعني تعطي فكرة سيئة على العلاقات وعلى المستغلين في الوسط الفني. مفروض أنه نتجاوزوا، أنه العرض ما يتعداش، عرض ما بين ضفرين ما يتعداش. لا ممثلين معناها يتسابوا كل يوم وكل يوم قاعدين نراو فيهم يا فلان يا كذا، ما نحبش نذكر حتى اسم، ما واضح وانه اللي في عمل اللي دافع على العمل نتاعه، واللي مش موش مشارك في حتى عمل قاعد يقدم في دروس معناها في كل للناس الكل، هذه ظاهره غير طبيعيه نتصور.
موجود موجود وهي ربما غير صحية سامح. أنا والسهرة سريعة هذاك علاش نحب نرجع للشباب اللي واعدين أكبر يعني خطر. اركز حط ساقك على القاع. هو التلخم الآن لأنهم خاصة هم شباب يعني مازالوا ما همش محصنين من الجانب السلبي للشهرة. فربما تكون عندها انعكاسات سلبية على شخصيتهم وتعاملهم في الوسط مع زملائهم مع الأعمال اللي باش يعملوها. ذاك علاش فعلا ثم تلخم كبير نتاع أنا واللي تعرف في مسلسل أو سنين أو ثلاثة يصبح يعني ربما يتصرف بطريقة الشيء ذبانة ما فما في الدنيا كنن بالضبط. لكن الذبان موجود برشا ما فماش كان هو يعني فعلا للأسف نقولها لكن ديما نكون أنا إيجابي. لابد أنه زملاء هذوما يراجعوا أنفسهم أنهم يكونوا يشتغلوا أنهم يدققوا في أعمالهم أنهم يكونوا متحولين. هذه هي نحب أن ربما نختم بها هي أنه ما عندناش برشا ممثلين متحولين. يعني إذا باش نعطي مثال مثلا ديما ربما معروف برشا روبرت دينيرو ممثل عالمي يعني تكاد أنك ما تعرفوش في كل فيلم يعمل بالضبط. احنا ممثلين ونقولها حتى في المسلسلات اللي شاهدناها هم مساويين لأنفسهم يعاودوا رواحهم يعاودوا روح. اركز ساقك على القاعة واخدم وكهو سايب عليك من التنبير. هذا هو امشي شخصية حفر فيها قدم حاجة مختلفة تماما. واضح. نشكرك برشا بارك الله فيك على تواصلك معنا. المخرج المسرحي والناقد الفني أنور الشعافي شكرا جزيلا على كل ما فتنا به.